بسم الله الرحمن الرحيم. الأحد 31 من جانفي 2021، مرحبا بكم مشاهدين إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الإخباري اليومي الظهيرة كالعادة، وطيلة 120 دقيقة نقترح عليكم مجموعة من الروبورتاجات والمواضيع والملفات والتغطيات من محطاتنا الجهوية. دائما فقرتنا القارة ستكون حاضرة، موجز للاقتصاد وموجز للرياضة إلى غاية الخامسة بحول الله. نبقى دائما مع الحدث وانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، الحملة التي انطلقت أمس تتواصل اليوم لليوم الثاني، حيث وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يتابع يوميا تطورات ملف كورونا مع الوزير الأول ووزير الصحة، تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بعد أن انطلقت أمس كما قلت من ولاية البليدة باعتبارها البؤرة الأولى للوباء في البلاد. الوزير الأول عبد العزيز جراد استمع بالمؤسسة متعددة الخدمات بالينابيع بالعاصمة إلى شروحات حول عملية توزيع اللقاح عبر مختلف ولايات الوطن، قدمها له الدكتور جمال فرار، كما لمس الوعي لدى المواطنين بضرورة تلقي لقاح سبوتنيك الذي استلمت منه الجزائر أول أمس الجرعات الأولى من المخابر الروسية. بعد ذلك تلقى عبد العزيز جراد كما نشاهد الجرعة الأولى من اللقاح، وأكد أن عملية التلقيح ستمس كل ولايات الوطن على مدار السنة وستكون بكميات كافية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية. بلاتفورم مهمة جدا تريز امبورطون باش الناس يعرفوا متى يجيو تنظموا انتم التلقيح نتاعكم، سينون باش يشعلوش الخشية الناس عليكم وتتعبوا في العملية، وكما عملية وطنية لازم دونك البلاتفورم هذه تكون ناسيونال وتكون دقيقة يعني في المعلومات نتاعها. الانسان على باله وين نهار يجي وين جاي على الساعة والمكان اللي راح يدير فيه التلقيح. إذن هذه العملية هذه طبعاً إحنا عندنا تقاليد في الفاكسان الحمد لله في الفاكسان تاع الكريب 20 مليون من الجزائريين اللي يستعملوا هذا اللقاح. هذه ظرف تاع الكوفيد هذا ظروف خاصة، ولكن لازمنا تصبح عملية عادية، لازم ما نعطيوهاش الحجم فهمتني عادية، الناس راح يدير الفاكسين تاعو ويروح ويخلص. وحنا وعدنا سيدي رئيس الجمهورية وعد الجزائريين والحكومات الإخوان سي فرار المختصين العلماء تاعنا بارك الله فيهم ونحييهم، والكمية راح تكون كمية كافية طول السنة هذه، تلقيح موش في يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر، طول السنة، والعدد راهو يكون بالعدد الكافي وربما زائد ان شاء الله. هذا العمل دعنا تاع الحكومه رانا ليل ونهار وحنا في هذا الشيء، ليل ونهار رانا على هذا الشيء هذا باش الحمد لله نكونوا يعني قمنا بالواجب نتاعنا يعني إزاء الوطن وإزاء الشعب الجزائري. وفي سياق ذي صلة أكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل جهودها في مجابهة وباء كورونا داعيا إلى ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي. وإن شاء الله نواصل العمل تاعنا كحكومة، لهذا من واجبنا كسلطات عمومية، وبفضل توجيهات نتاع السيد رئيس الجمهورية قمنا بالواجب نتاعنا ووصلنا إلى هذه المرحلة، لكن لازم نواصل، هناك مراحل أخرى لم ننتهي من هذا الوباء، لازم الحفاظ على البروتوكول الصحي، نبقى بالمرصاد إن شاء الله حتى نخرج من هذه المرحلة التي أثرت على العالم بأسره وعلى بلادنا.
هذا وتوافد المواطنون صبيحة اليوم على المؤسسة متعددة الخدمات بالينابيع بالعاصمة لتلقي اللقاح، حيث كشف الدكتور جمال فرار أكد في اليوم الثاني من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح أن العملية ستمس أولا الولايات الأكثر تضررا، ثم ستشمل ستشمل عمال الصحة وذوي الأمراض المزمنة لتعمم على كل المواطنين بشكل تدريجي وتستمر قرابة السنة. كما أكد أن لقاح سبوتنيك الروسي ناجع وآمن. إذن الصور التي كنتم تتابعونها من المؤسسة الوطنية أو المؤسسة المتعددة الخدمات بالينابيع بالعاصمة. نتابع الآن تصريح السيد جمال فرار الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد فيروس كورونا. البارح واليوم يعني انطلاق الحملة الوطنية اللي رانا حاليا في إطار توزيع اللقاحات على مستوى الولايات اللي عندها أكثر حالات، اللي سجلت أكثر حالات إلى حد اليوم، وثم تنطلق أيضا في الولايات الأخرى. اليوم يعني شفنا كيفاش راح تكون الحملة منذ وصول الأشخاص المعنيين. وقلنا البارح الأشخاص المعنيين أولا هما العمال الصحة، ثم الناس الكبار واللي عندهم ايضا امراض مزمنه، ثم كل اطقم اللي عندهم يعني وظيفه حساسه في البلاد، ثم كل الناس ابتداء من 18 سنه فما فوق. إذن الحدث متواصل، وكما كنا نشاهد في تصريحات السيد جمال فرار سيتم تعميم عملية اللقاح على كل الولايات بداية بالولاية الأكثر تضررا. للحديث حول هذا الموضوع أسعد في استضافة في هذا البلاطو كل من السيدة سامية حمادي مديرة الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرحبا بك سيدتي. شكرا على تلبيتي الدعوة. ويحضر معنا أيضا الدكتور العربي أبو عمران عبد القادر عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بمستشفى بازا. مرحبا بكم دكتور. شكرا على الدعوة. شكرا على تلبيتي الدعوة أيضا. أبدأ معكم سيدة سامية حمادي. إذن الحملة الوطنية للقاح انطلقت أمس، استمرت اليوم، ربما الوقت ضيق، لكن ما هو تقييمكم لانطلاق هذه العملية التي بدأت أمس سيدة سامية حمادي؟ شكرا على الضيافة. شكرا باش كي الناس يعرفوا يعني ولو أنها تلقت في البوليدة. نعم. يعني كان احنا فرحانين بهذا يعني الانطلاقة، خاطر كانت الناس كانوا حبوا باش كيجيو يديروا التلقيح تاعهم. شفنا بلي عمال الصحة هما تاني اللي كانوا الناس كل كنا متخوفين بلي الناس يعني يتخوفوا، يقول لك بلي ربما عمال الصحة هما اللي راحين يخافوا ما يجيوش يديروا التلقيح تاعهم. شفنا بلي بداو هما عمال الصحة، شفنا بلي الناس كانوا فرحانين باش يجي يديروا الفاكسان، وكل يعني التجهيزات اللي كنا عملناهم قبل كانوا في داك. لهذه يعني لهدية اللي نقدر نقولها لك باللي أوسي بيا البارح كل يوم. نعم. باللي كل التجهيزات اللي كانت مديرة على بالك تكون من الوزارة، تكون على بالك باللي هكذا، ولو أننا على اتصال دائم مع الستركتور تاعنا وكل شيء، ولكن كي تروح تشوفهم وتشوف اليوم يعني تاع التلقيح وتشوف باللي كلش في مكانه وكلش مشى كيما لازم، يعني هذه يعني احنا فرحانين بها. يعني كان في اقبال الامس واليوم سيدي. كان اقبال البارح واليوم. نعم. جيد. اذا التحضيرات متواصله لبدايه عمليه اللقاح في عديد الولايات على غرار ولايه تيبازا. دكتور العربي ابو عمران بومية، التحضيرات قبيل ساعات من بدايه اللقاح في ولايه تيبازا. نشكركم على الدعوه. مرحبا. في ولايه تيبازا قمنا بعده اجتماعات كما قلنا في الحصه الماضيه مع مدير الصحه والسكان السيده محمد بورحله ووالي ولايه تيبازا سيده ويناس. وحتى البارح كانوا في كما نقولوا شفنا كامل لي سونتر دو فاكسيناسيون اللي عددهم 36، قلنا تم مركز ثابت وكاين 16 مركز متنقل. نعم. كامل راهم موجودين انفسهم مع كما نقولوا الفرق 79 فرقه
فرقه فيهم 298 عون في طبيب وعون وشبه طبي و كما نقول حنا لي لاجون لي يسجل المعلومات باسكو في ديزاين سيركسيون مينيستريال طاولنا كامل البلاطو واش لازم يكون في المركز الفاكسيناسيون تاع اللقاح. حنا رانا موجودين رحت انا نورمالمون ان شاء الله بربي غدوه رانا درنا على جال التسجيلات الناس تسجل انفسها انا واحد مني راني مسجل نفسي غدا ان شاء الله مع باش نديروا الفاكسين في ولايه بازا مع كما نقولوا حنايا يعني الشيف سيرفيس تاعنا رئيس المصلحه والطاقم الطبيه وحنا دايرين في مستشفى بازا اللي العمال الصحه لولايه بازا والعمال اللي مهام الحساسه كما لي بومبي الحمايه المدنيه ولا الشرطه واللي كما نقولوا حنا الصحه الجواريه المراكز اللي قلنا عليها 16 36 اخرى للبوبيلاسيون ديجا الناس هي تسجل في انفسها جيد واللقاح عندنا الحق. نعم سيدة سمية حمادي الآن الحملة هي حملة وطنية وأكيد ستكون بطريقة منظمة واستراتيجية أيضا، ماذا يمكن أن نقوله حول هذه العملية كيف ستكون وكيف سيتم تعميمها على الولايات الأخرى سيدة سمية حمادي؟ نعم يعني إحنا كل ما يكون تلقيح يكون عندنا كي شغل عندنا أن بلان دو ديستريبيسيون على كل الولايات. هذه يعني عملية اللي ما فين نعملوا بها عادي يعني اللي مالفين نعملوها بتاع الانفلونزا وهذه يعني هذا راح تكون تعمم الناس الكل يعني يعني باش للتذكير برك بلي هناك الناس برك اللي قلال اللي ما لازمش يديروا هما الناس اللي عندهم هي المرأة الحامل يعني في كل أطوار تاعها والناس اللي قل من عمرهم 18 سنة. على واش؟ على خاطر هاد اللقاحات اللي تعملوا لي زيستي كلينيك اللي داروهم ما داروهمش عند هاد الفئة ولهذا هاد الفئة هي اللي تخرج من الكل. ولكن مادام راهي نشوفوا بلي اللقاحات هناك تسابق دولي يعني العالم كل يحوسوا يشريوا هاد يجيبوا هاد اللقاحات ونشوفوا بلي لي لابوغاتوار يخدموا جاهدين يعني بصح باش يقدروش باش يديروا العالم كامل دونك يعني فريمون هناك تسابق على هاد لي فاكسان. راحين لي فاكسان هادو راحين يجيونا على مراحل على مراحل مادام يجيو على مراحل واش راحين حنايا نعملوا يعني واش عملنا دوكا هو نديروا اولويات. الاولويه هادي دونك هاد الفئات هادي نبداوها كي شغل الاولويه هي اللي لو بيرسونيل دو سونتي هو الاول كاينين الناس الكبار واللي عندهم الامراض المزمنه ونشوفوا ثاني ومن بعد نروحوا للاخرين يعني اللي توت لا بوبيلاسيون اللي اكثر من 18 سنه. كي نبداو في الاولين يعني على حسب الكميات تاع الفاكسان اللي راح تجي حنايا يعني الدوله عامله جاهده رئيس الحكومة يعني أكد عليها رئيس الجمهورية اللي أعطانا إنوزا أسخوي باش كي تكون هذه لوزارة الصحة تعمل جاهدة باش كي تخافير باستور باش كي يكونوا عندنا اللقاحات في الوقت ولكن ماشي بيدينا يعني ماشي كيستيون دارجون سي كيستيون دو ديسبونيبيليتي دو فاكسان. هذا الفاكسان كي زعما الكمية اللي راح تجينا نبداو بها تدريجيا ولهذا لما تكلم دكتور فرار وقال بلي نبداو حنايا عندنا هذه الاولويات اللي حطيناهم ولكن ممكن نبداو بالولايات اللي هي كانت اكثر يعني لاسيدونس تاع المرض عندها اكثر من ولايات وحيد اخرى. والدليل ان البدايه كانت من البليده بدات من البليده يعني سي سيمبوليك غانيت خاطر اول يعني بؤره ظهرت في البليده ولما رجعنا للعاصمه ماشي باسكو العاصمه برك ثاني كانت هي البؤره الثانيه للمرض ولكن نشوفوا دوكا اللي راحين يكونوا تدريجيا يعني دونك لازمنا نعملوا جهدين. هذه هي الصعوبه نظن اللي راح ولو ان في الولايات ولا ممكن يكونوا يتعرضوا لهم ولكن يكون تفاهم تاع المواطنين باش يقول لك ماشي هو جابوا شويه برك وما تبقاليش وكل شيء. هذه الصعوبه اللي لازمنا نتغلبوا عليها يعني نديروا برنامج للناس تسجل نفسها ومن بين ونبداو من الاولويين ونروحوا لها حتى
نكملوا لكل المواطنين إن شاء الله. جيد. دكتور العربي أبو عمران، الآن تيبازا ستنطلق عملية اللقاح غدا بحول الله. الآن سكان ولاية تيبازا يتساءلون بأي طريقة، ما هي الطريقة التي يسجلون بها أنفسهم، ما هي، هل هناك شروط حتى يقبل تسجيلهم لتلقي اللقاح دكتور العربي أبو عمران؟ هي في الحقيقة ليست هناك شروط، أي مواطن فوق 18 سنة كما قالت الأستاذة يمكن يسجل روحه. يسجل روحه. جيد. ولكن كما قالت الأستاذة عندنا أولويات، الأولويات هي مشكون هما لعمال الصحة، باسكو هما الأول اللي راهم في مواجهة فيروس كورونا، توجور اون كونتاكت افيك لي مالاد كي بورت سو فيروس، هذا هو المشكل. ومع ثانيا في مام لين معاهم الناس اللي راهم فوق 65 سنة اللي عندهم أمراض مزمنة، مام فوق 18 سنة أمراض مزمنة هي راهم من دابا يسجلوا في أنفسهم، وهما اللي عندهم الأولوية، يعني نفس الخط مع عمال الصحة. ومع في الدوزيام لين أن المهام الحساسة وداوديك على حسب الكميه المحدوده كما قالت الاخر، الدوله راهي تعمل جاهده لتوفير لكل الولايات، والولايات كما نقولوا احنا اللي كان عندهم اكثر عدد من المصابين هي ولايه البليده، ولايه الجزائر، ولايه تيبازا، باسكو كانوا راهم كامل جيران كامل، باسكو احنا كما قلت لك في الحصه السابقه ولايه تيبازا راهي عندها الحدود مع ولايه بوليده وولايه الجزائر العاصمه، دونك كانت متوشيه بزاف. حنا الى يومنا في 10 شهور الى حد الساعه مازال كاين بزاف لي مرض في سيرفيس تاع لي زورمون ولا في مصالح الانعاش والتخدير. دكتور عبد المعمر، التسجيل يكون في كل المؤسسات الاستشفائيه؟ في احنا درنا 36 مركز ثابت. نعم. هادو كامل يروحوا راهم معروفين، راهم درنا كما نقولوا احنا لي بوبليسيتي، الناس على بالهم وين بار كما نقولوا في الفيسبوك ولا في اللي كما نقولوا الاذاعه الجهويه، الاذاعه الجهويه. نعم. في كما نقولوا لي تلفزيون جهويين تاع تيبازا على بالهم الناس المراكز، كاين بوسماعيل، كاين فوكا، كاين تيبازا فيها، كاين سيدي راشد، كاين شرشال، كاين داموس، هادو كما ندير لي هضرتك قال عليهم، باسكو لي سونتر دي سوماب حنا تاع مراكز الوقايه. نعم. سمي فيهم اطباء تاع ليبيديميولوجي، وعندهم المراكز تاعهم اللي واحده اخرى اللي راهم متابعينهم، تسمى شاك مركز عنده ثلاث مراكز اخرى، باسكو ولايه تيبازا طويله وعريضه. نعم. وفيما يخص المناطق البعيده، يعني عندنا 16 فرقه متنقله، راهم كاين اطباء وعمال راهم يتنقلوا لهم ويسجلوا فيهم، ديجا راهم مسجلين كما احنا مناطق الظل، سيرتو اللي راه يركز عليهم رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، برنامج تاعو احنا رانا نعملوا فيه، عندنا سيرتو المنطقه الغربيه لولاية تيبازا، كما نقولوا في الجبال هذيك، رانا راحت كاين طبيب مسؤول على هذا الشيء، راهي راحت سجلتهم وراهم واجدين باش يديروا اللقاح. جيد. سيدة سمية أحمدي، يعني المواطن الآن يرى أنه فيه تناحر، فيه اصطدام ما بين العديد من الدول للحصول على هذا اللقاح. الجزائر والحمد لله تحصلت على هذا اللقاح وفي الوقت المناسب، هذا يعتبر إنجاز سيدة سمية أحمدي؟ نعم إنجاز، خطر مجهودات كبيرة باش كيقدرنا تكون هنايا الفاكسان، نظن باللي إنجاز، وإن شاء الله نكملوا في الإنجازات على خطر هذه غير البداية. دونك بدينا يدخلنا، ومادام هناك يعني شفنا باللي راحين يلحقوا يعني الآخرين، ولهذا كان هناك تعددات في لي فاكسان، باسكو ما تقدرش تروح غير يعني كل لابوغاتوار ما يعملوش غير مع بلد واحد، مع ولد واحد. وخاصة أن نشوفوا باللي يعني هناك منظمات كما غافي، كما المنظمة العالمية للصحة، وكل تعمل جهدة باش ما يكونوا يعني كل الناس في يدك، يعني يكون فيها عدل، يكون عدل، يكون inaccessibility، ما يكونوش دي بيرسون كي سون ميز يعني باش يبقاو بلا ما محرومين من هذا التلقيح. يعني نظن باللي راحين يكون هناك هناك اسم انجاز لينا احنا. جيد. سيدة سمية حمادي، المواطن يعني تم اعلامه ان عمليه التلقيح ستكون عبر مرحلتين، لماذا؟ نعم. سيدة سمية حمادي. نعم، يعني هذا سؤال في محله، الناس راح تتسائل عليه، يقول لك علاش انا مال في ندير فاكسان واحد ويقولوا لي بلي راه مليح، ودوكا علاش هذه لي فاكسان دوكا الى حد الان يعني كل اللي يعملوهم يديروا على دو دوز، يعني الاولى كي شغل البوست نهار الاول، وباش كي ناكدوا عليها تعاود دير الجرعه الثانيه، دونك باش كي بلي نكونوا ما قدرش ندير وحده ونحبس،
ما تكفيش. نعم. بس كل بوش شوية بركي شغل جاك الفيروس شوية يخي اون ديفلوب شوية ان بو ديمونيتي. يعني لازم تذكير. لازم تذكير باش كي يكون الإنسان يعني أحسن يعني ميو بروتيجي. جيد، سأعود إلى البلاطو، لكن قبل ذلك نتابع تصريحات المواطنين من ولاية ورقلة ورأيهم حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19. بعد وصول اللقاح هذا ان شاء الله، ان شاء الله نشوف فيه بربي، ان شاء الله يفتح شويه ازمه وان شاء الله ما ترجع شويه الحياه لطبيعتها، عاود يرجع الامور كما قبل، عاود يرجع الاخر يخفف شويه على القطاع تاع الصحه والاخر بربي ان شاء الله. المبادره هذه تاع اللقاح تاع كوفيد حاجه مليحه بزاف، ونستحسنوها احنا المواطنين، خاطرش الدوله الجزائريه حتساهم في حاجه راح تكون فايده كبيره بالنسبه للمواطن الجزائري. بالنسبه للقاح ان شاء الله اللي يجي الجاي للجزائر ان شاء الله، نشوف بلي لازم يسيوه ولازم الناس قاعد تسيي اللقاح هذا، وان شاء الله يكون افيكاس. الدوله كثر خيرها جابت اللقاح هذا، راه الدول كلها تسعى باش تجيبو، يعني على كل حال مبادره مليحه، ان شاء الله برك يكون فيه الاكتفاء كما نقولوا. كانت هذه اراء المواطنين من ولايه ورقلة. دكتور العربي ابو عمران، ربما تخوف المواطن ومفهوم ومشروع ايضا، لكن بصفتكم انتم مهنيي الصحه، كيف يمكنكم اقناع المواطن أن هذا التلقيح هو واحد من الحلول للقضاء على هذا الفيروس؟ دكتور عبد الرحمن، هي نعم المواطن متخوف على كل حال، احنا كعمال صحة احنا ان شاء الله بربي نحاولوا الخوف هذا، باسكو كنشوفوا في التاريخ تاع لي مالادي، باسكو عندنا بليزير مالادي كما لا غريب الروجيول الكوكليش كامل، باش لقينا لهم حل حتى داروا تلقيح، ديجا التلقيح باش هو باش كما نقولوا نقص كما نقولوا الفعاليه تاع الفيروس في جسم الانسان. وثان كان يندار افيك دي رابيل كما باغ اكزومبل حنا طفل صغير ينزاد نديروا له البي سي جي باغ اكزومبل هذه كونتر توبركيلوز، يديرها في الشهر الاول وما يزيدها في الشهر الثاني وما يزيدها في 11 شهر حتى 18 شهر ويزيد حتى 5 سنين فيها، كاين كما نقولوا حنا بروتوكول، كاين مام الروجيول عنده في 11 شهر يزيد في 18 شهر اكسيتيرا. مام هذه احنا يعني دائما يبدا كيما كامل لي فاكسان، كان احنا نشوفوا نولوا 10 سنوات الوراء فيروس تاع الانفلونزا الناس كانت متخوفه، اليوم راهم كامل يديروه راهم يتساقوا عليه ومتى يديروه. نعم. سي نفس الشيء احنا دوكا كعمل الصحه احنا راح نديروه ان شاء الله بربي الوالا باش نحيولهم الخوف ونديروه علنا وان شاء الله بربي تكون ميدياتيزي باش يشوفوا ما يخافوش ولازم يديروه. دكتور العبد عمر، وحتى اذا كانت فيه اعراض هي اعراض عاديه يمكن ان يسببها اي لقاح، هذيك الاعراض تاع كامل اللقاحات متشابهه، احمرار المنطقه، الحمى العاليه كما نقولوا، ولا رياكسيون الرجيك سي مي سي طري 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 رار كما نقولوا حنايا، يشوف احمرار على حنا درنا نراقبوه مده 30 دقيقه باش نشوفوا سيرتو هذا الاحمرار ولا نخافوا لي تاتشوك انافيلاكتيك، بصح هذيك راهي تكون مراقبه في الغرف كما نقولوا المراقبه. لا. في المراكز، وعندنا الادويه اللي باش ما يديرش لي كومبليكاسيون، عندنا رانا موجودين كامل المراكز في القطر الوطني كما راهي شافت الاستاذه، باسكو سي تان بروتوكول ناسيونال باش نديروا الفاكسان في احسن وجهه ان شاء الله. جيد، سيده ساميه احمد بصفتكم مديره الوقايه بوزاره الصحه، هذا اللقاح يعني طريقه تلقيه وبطريقه عاديه كما كل اللقاحات، لكن كان فيه بعض التعليمات الخاصه لمهني الصحه، فما تخص ماذا هذه التعليمات التي وجهت الى مهني الصحه سيده ساميه احمد؟ شكرا. يعني باش التعليمات انا برك راح اشوفي رياجي على حاجه واحده، لكل فاكسان يقدر يكون عنده دي زيفي سيكوندير كاي كل دواء عنده لي زيفي سيكوندير، لانه دواء في اخر المطاف يعني فاكسان كي شغل الحاجه تجيك كي تاخذ حاجه ممكن دير لنا الرياجي ليها، ولكن باش كي نكونوا نعرفوا هذه تاع حنايا على هذه طبيب كي ما نديرو لا بري كونسلتاسيون باش كي الانسان يشرح له، يعني الطبيب يشرح للانسان اللي راح يجي باش يدير التلقيح تاعو يقول له اذا كان عندك اي عرض، باسكو ممكن تكون العرض واحد اخر اللي ماهوش ما عندوش ارتباط بالفاكسان، بصح لازمو يعلم عليه باش هكذا دان كوتي لو راسور دو لوتر كوتي سا نو بيرمي دو سويفر غانيت واش راه كاين. السؤال تاعك قلت لك التعليمات الجديده التي وجهت تعليمات نعم التعليمات هذه اللي تكلمنا عليهم على جلت
اللي عملنا اي كل ما تكون مرض جديد كل ما يكون فاكسان جديد لازم يكون هناك تكوين, يعني ماشي تكوين كي شغل ان غابيل باش خاطر الطبيب ولا الانفيرميي لاجون فاكسيناتور ولا لازم يكون يعني مرتاح, يكون على باله من جهه يكون هو يعرف ومن جهه واحده اخرى اذا كان المواطن ولا كان اي انسان يسالو عنده يعني الكفايه باش يقدر يجاوبوا باش يعرف واش هي, ماشي راني ندير حاجه وما على باليش بها واش هي. دونك التكوين هذا كان حول احنا التكوين اللي دعمناه حول كل ما هو مرتبط بالفيروس بالفاكسان, انواع الفاكسان الموجوده والكيفيه تاعهم وليفيكاسيتي تاعهم لا كونسيرفاسيون تاعهم, هل ترى كونسيرفاسيون في لو نيجاتيف ولا في ولا كيما مال في الاخرين, هل ترى لو جيست فاكسينال يا انتراميسكولير ولا اوني اون سوكوتاني, يعني هذا كل يعني هذه الاشياء اللي حول مرتبطه بلاكت فاكسينال هي اللي كان عليها التكوين. الان يعني احنا كونوا كل درنا لا فورماسيون دي فورماتور ولي داروهم هما او نيفو لوكال, يعني داروا التكوين يكملوا وهما اي سون سوبرفيزي بار الكوميتي, وهذا يعني التكوين عملناه مع اللجنه الوطنيه للقاء دو لا فاكسيناسيون دونك شارجي دو لا فاكسيناسيون. هذا يعني كلكو بار كي دير حاجه جديده لازم تتعلم عليها, لازم تعليمه كيما نعلموا المواطنين باش نعرفوهم عليها. الطبيب يحتاج اكثر جيد, يفو كي سوا غاسوري, يفو هو راح يدير ان اكت هو المسؤول على الاكت تاعو, لازم يكون على باله بكل الاشياء حول الاكت هذاك. هذه هي اللي مالفين يعني كي يكون جديد, وحنا الكوفيد لا تشفى في الاول كي دخلت الجائحه كنا نقولوا هذا الداء ما عنده لا دواء ولا تلقيح. صحيح. الان الدواء مازال ما كانش عنده ولكن عنده الحمد لله كاين تلقيح اللي لازمنا لازم الانسان يديره باش كي يتفادى المضاعفات ويتفادى الوفاة اللي رانا نشوفه في العالم خاصة يعني لا في دي ديغا. سيدة سمية احمد, حتى المواطن يفهم, هل الذي يتلقى اللقاح أكيد لن يمرض بفيروس كورونا يعني بصفة نهائية؟ لا. جيد, حتى يفهم المواطن. يعني باش يفهم المواطن ماشي خاطر ندير الفاكسان ما راحش نمرض. جيد. دونك كي ندير الفاكسان كل لي فاكسان هما ضد المضاعفات تاع المرض. ضد لي كومبليكاسيون. احنا شفنا باللي المرض هذا دار دي ديغا, شوفوا الناس المعاناه تاعهم في المستشفيات مع الاكسجين, لو بوزوان تاع الاكسجين, شفنا الناس توفات الله يرحمهم بزاف هكذاك, يعني كل المعاناه هكذا, شفنا الناس اللي يعانيوا لحد الان مرضوا وبراو مازالوا يعانيوا لا خطر كاين هذاك لو بوست كوفيد مازالوا يعانيوا بهذا المرض. يعني هاد لي فاكسان رايحين لما الانسان يدير الفاكسان تاعو راح يتفادى هذه المضاعفات وهذه الخطوره المرض. يبقى في الاول كي يدير الفاكسان, وعلاش هي يعني دو دوز, لا دوز الاولى راح كي شغل البوست ويكون يعني تحميه الانسان, تحميه ولكن ما تحميهش بصفه كامله, ولهذا لازم يدير لو دوزيام. بين الاولى والثانيه ممكن الانسان يقدر يمرض اذا كان معرض الى الفيروس يقدر يمرض به, بصح تجيه زعما كي يمرض تجيه خفيفه ما تكونش بنفس الخطوره, ما تكونش بنفس الخطوره. ولهذا احنا الى حد حسب المعلومات الموجوده احنا نتبعوا المعلومات السيانتيفيك العلميه الموجوده ولي بوبليكاسيون للعلميين اللي موجودين الى حد الان. احنا ما عندناش بزاف لي ريكول من اول يعني الاول تلقيح اللي داروا الانسان ولدوك, مام لي زيسي كلينيك ما عندهمش يعني بزاف, لي بروميير سي كلينيك بداوهم في جويي, لما نشوف من جويي لحد الان ماشي يعني بزاف. صحيح. نقدروا نقولوا بلي الناس اللي داروا في جويي ولهنا راهم محميين يعني الى حد الان حسب المعلومات المتوفرة. يعني. مره اخرى ما نقدروش نقولوا يا هل ترى هذا الفاكسان راح يحميني قدر عام نقدر نعاودو ولا هذه ما على بالناش, ولكن
كينا فترة اللي يقدر الإنسان يمرض فيها هي بين الأولى والثانية يقدر يمرض. الثانية ربما يقدر يكون يجيه الفيروس وما يكون جسمه يعني يقاوم عنده يعني. يقاومه مليح باسكو لا ديفونس تاعو مليحه دونك ما ياثرش عليه خلاص، بصح في الاولى يقدر ياثر عليه ولكن يكون اقل من اذا ما كان عنده خلاص المسكين. جيد، ولهذا حتى ولو نتلقاو اللقاح يبقى الالتزام بالبروتوكول الصحي يبقى الالتزام مرغوب. الالتزام لا. مطلوب، لازمنا دوكا نعيشوا يعني نتعايش مع هذا الفيروس باسكو اذا درت الفيروس قدر يجيني المرض وما ولا يجيني خفيف. دونك حنايا باش كي نبقى وما نقلش الفيروس لازمنا نبقى مع التدابير الوقائيه. يعني الكمامه هذه تولي لنا كي شغل عايشين بها نديروا العجل. جيد دكتور العربي ابو عمران، نفهم من هذا الكلام ان التلقيح هو لا يعتبر حماية فردية وإنما حماية جماعية. هي الأوبجيكتيف هذه هي كما نقولوا باش نديروا الليمينيتي كولكتيف حنا نسموها. هذه تطلب لنا وقت إن شاء الله بربي، باسكو كما نقولوا البرنامج تاع التلقيح راهو في طوال السنة إن شاء الله بربي. هذا هو كما نقولوا تعليمات تاع وزارة الصحة والسكان. وهي اللي يسموها المناعة الجماعية. المناعة الجماعية. لا هي فيه فرق ما بين المناعة الجماعية والليمينيتي كولكتيف. كاين فرق بيناتهم بصح ماشي فرق شاسع. باسكو حنا نتبعوا توجور كما نقولوا تعليمات وزارة الصحة والسكان. ديجا الأستاذة قدامنا راهي بارمي اللجنة العلمية راهم يعطونا كما نقولوا التعليمات هذو كل شهر في كل خطرة تلقى بالك 10 في الشهر على حسب كما نقولوا واش راه ليفوليسيون تاع لا مالادي بار كما نقول بار لو موا ولا بار لو جور. مي اكتويلمون رانا نستناو رانا نديو دوكا تعليمات سيرتو تاع اللقاح ومام طون رانا نديو تعليمات على جال الفيروس. الفيروس مازال موجود كما حنا كنشوفوا التاريخ نولوا في 1918 الفيروس تاع الانفلونزا الاسبانيه كما انطلق. شحال بقات الناس؟ بقات 3 سنين ولا 4 سنين. انا نشوفوا في لي زيماج في فيسبوك توجور كانوا بلي بافيت وما بقينا مراح الى ما كي راحت براو كاع من الناس لقاو اللقاح الناس نحت لابافيت. دوك حنايا ما نديروا اللقاح في كما نقولوا في المرحله الاولى ولا بعد 21 يوم التدابير الوقائيه لازم تبقى باسكو باش انه هو ما يمرضش بها. باسكو اللقاح كيديروا ماشي معناتها ما يمرضش، الا مرض ما يمرضش ما يلحقش لا ريانيماسيون. باسكو ديجا اصلا انا طبيب تاع الانعاش والتخدير اللي وصل لا ريانيماسيون كاين عددهم كبير. الناس خرجت وسلكت الحمد لله بصح افيك دي ديغا الى يومنا راهم حتى يخرج بالاكستراكتور دو الاكسجين على ميزون ولا بلي بوتي دو اكسجين. وهذا التكاليف تاعها ديجا غاليه والمرض يولي كما نقولوا بزاف سالور كما نقولوا احنا مرض ثقيل على العائله تاعو وما يبقى توجور لاصق بالاكسجين. مازال ما لقيناش الحل تاعهم. ديجا هذا برنامج اخر نورمالمون تاع البوست كوفيد لي كومبليكاسيون لي راهم بوست كوفيد كاين بزاف ماشي غير لي مرض ريسبيراتوار هذيك كما نقولوا النسبه الكبيره اللي راهي بصح كاين بزاف كيما الديابيت حنا مرض السكري اللي راهو باين بزاف ما عرفناش اللي يجي دومبلي ويطلعوا لي شيفر كما نقولوا تشوفهم 5-6 احنا ما كناش نعرفوهم. وكاين بليزير مالادي ماشي غير هذوك سما راهم كامل الاطباء في كامل التخصصات رانا ندرسوا كيفاش نلقاو له حلول ان شاء الله بربي. هذا برنامج اخر. جيد سيده سميه حمادي، الان مواطن ايضا يتساءل يقول لك ربما هو مرض بالفيروس كوفيد 19 ثم شفي منه، هل هو ايضا لازم يدير اللقاح ولا لا؟ لو اكتسب مناعه يمكنه ان لا يتلقى اللقاح. سيده حمادي نعم اللي دار يعني اللي دار الكوفيد حبي يقول كان عنده الى ديفلوبي ايمونيتي كونتر الفيروس، ولكن هذيك ماشي زعما ما على بالناش باللي راح تطيل هذيك المده تاعها. شفنا مثلا شفنا باللي ناس غوزمون قليل ولكن شفناهم باللي عاودوا داروا نهار الاول مرضوا وزادوا عاودوا داروا ان دوزيام فوا دونك ils ont été réinfectés. وشفنا بلي الناس وحيد مثلا مرضوا وشفنا بلي ما طلعوش ليمينيتي ما داروش يعني المناعه تاعها. ولهذا يعني الناس اللي داروا الكوفيد يديروا التلقيح تاعهم يديروا التلقيح، وخاصه احنا شفنا بلي اللي داروا لي كومبليكاسيون هما الناس اللي كانوا اللي عندهم امراض مزمنه. ولكن ماشي زعما كبرى لازم على الاقل 3 اشهر
بعد ما دار على الأقل 3 أشهر بعد ما دار المالادي تاعو بعد ما برا بعد ما برا 3 شهور ويقدر يدير الفاكسان. ولكن الطبيب هو الوحيد اللي يقدر يقوله في هذاك الوقت اللي كان على خطر يشوفه يشوف الحالة تاعو الصحية باش يقدر. ولكن يعني سي با اي سون با اكسكلو اللي مرضوا بالكوفيد هما لازم يديروا سي الفاكسان، ولكن تطلب باش يجوز على الطبيب قبل ما يدير هذه. ولكن هو حتى اللقاح سيدة سامية أحمد ما نعرفوش المدة اللي حيحمي فيها ما نعرفوش المدة، ولكن في مثل واحد دار المرض عنده 3 شهور ممكن هذيك الميونيتي تاعو راح تحمي 3 شهور 4 شهور. ولهذا يعني دوك العلماء علاش يقولوا لي بوبليكاسيون فلي الخبراء ماشي باش كي داروا هكذا نصحوا باش كي اللي مرض بالكوفيد يزيد يدير، على خاطر شافوا باللي ان مومون دوني هذاك المناعه تاعو عاودت هبطت. يعني ما عندوش استدير ماشي المناعه تاعو، المناعه ضد الفيروس هي اللي نقصت، دونك لازمها يدير الفاكسان باش تعاود تطلع باش ما يزيدش يمرض أصيب بالكوفيد. جيد سيدة سامية أحمد، أيضا اللقاح ربما لن تظهر الفعالية تاعو الفعالية الجماعية أو المناعة الجماعية كما كان يقول دكتور عبد المعمران إلا عندما يلحقوا حوالي 50-60% من المواطنين. نعم يعني هذه هي اللي في باش كي نقدروا. ولهذا نهضروا على لازمنا الالتزام بالتدابير تاع الوقاية، على خاطر هذه هي الشيء اللي لازمنا الكل لازم نوصله، يعني باش كي نكونوا هي تبدا من 60 الى نعم. ولكن باش كي نكونوا اليز نظن من 70% من لا بوبولاسيون اللي تكون ايمونيزي باش نقدروا نقولوا بلي يا اون ايمونيتي كوليكتيف. مقبل يعني لما نكونوا حنايا في مجموعه ونكونوا حيد داروا الفاكسان وحد ما داروش ما عندهاش يعني ما عندهاش فعالية. دكتور عبد المعمران، الآن لما يتم تلقيح 60-70% من المواطنين، كيف يكتسب 30-40% المواطنين اللي ما تلقوش اللقاح كيف يكتسبون المناعة؟ المناعة هي كما قلنا احنا ليميونيتي كوليكتيف، باسكو ديجا احنا الناس اللي رانا راح نلقحوهم شكون هما؟ ديجا اصلا هما عمال الصحة ولا الناس اللي فوق 65 سنة ولا اللي عندهم فوق 18 سنة ما عندهم امراض مزمنه، باسكو هادو هما اللي يقدروا كيما يقولوا ينشروا الفيروس ويبين فيهم. باسكو اكتيالمون كاين لي مالاد ما يبانش عليه حتى مرض كما بالك انت بالك انا، حنا يعطون لي بورتور سان او مريض بصح ما عنده كانوا اسيمبتوماتيك ما عنده اوكان سين، مي لو كان نديروا دون لو كادر دو ديبيستاج. اسمح لي دكتور تسمحوا لي انه حنا موعد اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الجزائر وما جاورها من مدن. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. متواصلون معكم مشاهدينا ضمن فقرات برنامج الظاهرة، اليوم نناقش الحدث الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19. معي في البلاتوكول من السيدة سامية أحمد مديرة الوقاية بوزارة الصحة، وأيضا الدكتور عبد أبو عمران عبد القادر عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بمستشفى تيبازا. دكتور عبد أبو عمران، كنا قد توقفنا معكم وكنت قد طرحت عليكم سؤال 30-40% من المواطنين بعد تلقيح حوالي 60-70% كيف يكتسبون اللقاء المناعة دون تلقيح؟ دكتور عبد أبو عمران، هم المناعة كما قلوا راح يكتسبوها ما immunity partial، سي با زون immunity definitive، مي بعد كما قلنا بالوقت تبقى كيما الفيروس. حنا نعطيك اكزومبل باش الناس تفهم، لا غريب كي جات فيروس الانفلونزا راه بقى ماهوش راح يروح، مام الفيروس هذا تاع الكوفيد 19 راح يبقى دونك حنايا راح يبقى ما على بالناش متى يروح، بالك يجي دي فيروس واحد اخر نو بريطار في السنوات اللي راهم جايين، حنا ما نستبقوش الزمن. دونك حنايا لازم كي نديروا 70% ان شاء الله بربي سيتو لا بوبولاسيون سيبل كيما نحكيو حنايا لا بوبولاسيون سيبل اللي فوق 65 سنه ولا اللي فوق 18 سنه اللي عندهم امراض مزمنه والعمال الصحه. جيد، اذا دائما مع التحضيرات الخاصه بالحمله الوطنيه للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19. يلتحق بنا من خلال محطتنا الجهويه بورقلة السيد طارق بالباي مدير الصحه لولايه ورقلة. مرحبا بكم سيدي وشكرا على تلبيه الدعوه. سيد طارق بالباي، ربما اول سؤال نبدا به، كيف هي الحاله
الصحية الخاصة بفيروس كوفيد 19 على مستوى إقليم الولاية سيدي؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للحالة الوبائية على مستوى الولاية، الحالة مستقرة حاليا الحمد لله، وهذا بعد ما يعني كانت هناك يعني شاهدنا في خلال الأشهر السابقة ارتفاع عدد هائل يعني من في هذه الوضعية، إلا مؤخرا الحمد لله حالة مستقرة وفي انخفاض. جيد سيدي، سنتطرق معكم الآن حول تحضيراتكم بانطلاق عملية التلقيح، لكن قبل ذلك أدعوك وأدعو المشاهدين لمتابعة هذا الموضوع في السياق ثم نواصل النقاش. استعدادات حثيثة لحملة التطعيم ضد كوفيد 19 بولاية ورقلة، وذلك بتخصيص مراكز صحية للتلقيح وفرق طبية متنقلة لفائدة سكان المناطق النائية ووحدة تخزين آمنة لحفظ الجرعات التي ستتاح كمرحلة أولى لكبار السن وعمال الصحة. هناك 43 مركز تلقيح اللي رانا محضرين لهذا كل العيادات المتعددة الخدمات لجنة تلقيح المواطنين وكذا مصالح طب العمل ومراكز الوقاية الخاصة بتلقيح منتهيني الصحة، كما تلقت الأطقم الطبية والشبه طبية التي ستشرف على عملية التطعيم دورات تكوينية حول كيفية التعامل مع اللقاح. هو لقاح يتم على جرعتين بينتهم 21 يوم، ليس ترابال يعني ليس تذكير هذه اللقاح، لقاح بمكونين مختلفين، الأول يضمن حماية إلى 65 والثاني يضمن حماية حتى 100% إن شاء الله، ولا بد من القيام باللقاحين معا. بالنسبة للفئات الغير معنية هم النساء الحوامل، الأمهات المرضعات واللي أقل من 18 سنة، لأنهم ما كانوش من بين التجارب السريرية اللي تعرض لها اللقاح. اللقاح طوعي اختياري لكل فئات بالنسبة لعمال الصحة وبالنسبة لكل مواطنين. هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الدولة منذ بداية الجائحة والتي كان لها دورا واضحا في التصدي لها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. الموضوع كان للزميلة هاجر بن كران. نعود إلى ضيفنا من محطتنا الجهوية لورقلة السيد طارق بلبي مدير الصحة بولاية ورقلة. سيدي، ما هي التحضيرات الخاصة ببداية اللقاح في ولاية ورقلة سيدي؟ التحضيرات يعني كما كنا ذكرنا سابقا، كل التحضيرات راها جاهزة الحمد لله. كما كنا ذكرنا سابقا 43 مركز لأجل التلقيح، كما قلنا بها العيادات المتعددة الخدمات، مصالح طب العمل، وحدات لسماب على مستوى كامل الولاية، هذا إضافة إلى 5 وحدات متنقلة لأجل تغطية مناطق المعزولة والمناطق النائية وكذا مناطق الظل لإفادة كامل المواطنين على مستوى الولاية لتغطيتهم فيما يخص التلقيح. كذلك فيما يخص الموارد البشرية، هناك يعني كل مركز راح يحتوي على ممرضين إضافة إلى طبيب إلى عون إدارة لأجل القيام بعملية التلقيح على مستوى هذه المراكز. سيد طارق بلبي، من المعلوم أن هذا اللقاح لديه خصوصيات فيما يخص الحفظ والنقل أيضا، ما الذي حضرتموه من أجل إنجاح هذا العملية سيدي؟ فيما يخص هذا يعني التخزين، هناك على مستوى الولاية مخزن واحد ووحيد ورئيسي على مستوى ولاية ورقلة، وهو متواجد على مستوى ورقلة. كذلك بعد موافقة وزارة الصحة اقترحنا كذلك موقع آخر للتخزين على مستوى تقرد، هذا لأجل تقريبه نظرا لشساعة المنطقة حضرنا مخزن ثاني ورئيسي على مستوى تقرد. فيما يخص فهناك يعني كل التجهيزات الخاصة بالتخزين، ما فيها هذا الكونجيلاتور الكونجيلاتور دو موان 20 دوغري راها حاضرة ومحاضرة على كل مستوى المؤسسات وأماكن التخزين الرئيسية. يعني أي لقاح راح يكون والله راح يتلقاه
ما عدنا فيه حتى مشكل بالنسبة للتخزين نتاعو على مستوى الولاية. سيد طارق بالباي، تحدثتم عن تكوين خاص بالمهنيي الصحة، ما هي أهم التعليمات التي وجهتموها إلى المهنيين سيد طارق بالباي؟ فيما يخص التكوين، بالفعل كنا يعني بعد التكوين اللي تلقاوه المكونين من طرف وزارة الصحة، كان هناك تكوين للمكونين. هذا المكونين انتشروا على مستوى كامل مراكز التلقيح لأجل تكوين الأعوان، هذا التكوين لكيفية التعاون مع اللقاح، لأن حاجة جديدة دائما هناك تذكير فيما يخص التكوين. يعني ما نشرح نعلمهم كيفاش يلقحوا من جديد، ولا يعلمهم كيفاش يلقحوا من جديد، لأن الحمد لله يعني التلقيح ما بداش غير من اليوم ولا مع هذا يعني الظهور هذا الكوفيد، يعني منذ سنوات وسنوات طويلة، والحمد لله يعني الجزائر معروفة بالتلقيح نتاعها وأعوان التلقيح، يعني عندهم تجربة والحمد لله. كان التكوين في هذا الإطار، يعني في إطار التعامل، كيفية التعامل مع هذا اللقاح اللي راه جديد، ويعني وكما صار كامل في العالم على مستوى العالم كله، يعني كان هناك تكوين في هذا الإطار هذا فقط، يعني ما كانش إضافة جديدة، يعني كيفية التعامل فقط وتذكير لكيفية التعامل مع هذا اللقاح. نعم سيد طارق بالباي، ربما البروتوكول نعم تفضل سيدي. فيما يخص يعني كنا هناك قمنا بعمل بحملات تحسيسية لتحفيز المواطنين او حث المواطنين لاجل يعني لاجل التلقيح. يعني كانت لنا جلسة مع يعني الأئمة هذا خلال المساجد لتبليغ المواطنين انهم يتقدموا الى مراكز التلقيح للتسجيل المسبق حتى يكون هناك تنظيم، يعني تنظيم واعطاء مواعيد، يعني مواعيد لهذا الناس اللي حابه تتلقح حتى ما يكونش هناك تزاحم ويكون هناك تنظيم، يعني يكون يعني حتى يعني نتصلوا بهم هاتفيا لنعطوهم تاريخ وساعه اللي يكونوا حاضرين فيها لاجل التلقيح والتلقيح نتاعهم. جيد سيد طارق بالباي، الان كما قلتم هل تم مشروع في عمليه تسجيل المواطنين الآن حتى يفهم المواطن الإخوانون في ورقلة حتى تصلهم المعلومة، هل تم الشروع في عملية التسجيل؟ نعم بالفعل بدينا في عملية تسجيل كل المواطنين، كنا حثينا هذا يعني هذا الأمر، كنا أعلننا عليه في خلال ندوة صحفية قمنا بها سابقا، إضافة إلى وصلنا المعلومة مع أئمة المساجد على مستوى الولاية كامل، هذا لأجل التسجيل المسبق بما فيه حتى عمال الصحة، يعني كنا قدمنا لهم يعني نداءات لأجل التسجيل، لأنهم الأولوية راح تكون لهذا الفئة من يعني ممتهني الصحة اللي راه كاين يعني تسجيل وإقبال الحمد لله، وكذا في انتظار قدوم اللقاح اللي راح يكون في خلال اليومين القادمين إن شاء الله. سيد طارق بالباي، ربما المواطن هناك بعض المواطنين يفكرون في العزوف عن التلقيح، هل فكرتم في طريقة لإشراك فعاليات المجتمع المدني من أجل تحسيس المواطن وتوعيته بأهمية هذا اللقاح سيد طارق بالباي؟ نعم كل الوسائل يعني رانا يعني نستعملوا فيها، اشركنا المجتمع المدني وخاصه الجمعيات الفعاله في الصحه اللي عندها يعني علاقات بالمواطنين اكثر واكثر، يعني لاجل حث المواطنين على التلقيح وكذا التسجيل، اضافه الى صفحه الفيسبوك الرسميه والخاصه بمديريه الصحه وكذا المؤسسات والصفحات الخاصه بالمؤسسات العموميه للصحه لاجل حث المواطنين على الاسمال، لانه عارفين وعارف وقدمنا انه ليس اجباري، ولكن نلح بشدة هذا اللقاح تلقح الناس حتى نتفادى وش كان يعني وش صرا فينا من قبل، ولا يعني نحاولوا نقصوا من هذا العدوى وهذا انتشار الوباء هذا. جيد، ابقى معنا السيد طارق بالباي، يلتحق بنا الآن عبر الهاتف السيد عامر بن عيسى مدير الصحة لولاية غردايا. سيدي مرحبا بكم، هل تم شروع في غردايا في عملية تسجيل المواطنين لتلقي اللقاح الخاص بكوفيد 19 سيد بن عيسى؟ شكرا
جزيلا سيدي، مساء الخير لكم ولمستمعي قناة التلفزة الجزائرية، مساء الخير للأستاذة حمادي والإخوة المتواجدين معكم في الاستديو. على غرار باقي ولاية الوطن ولاية غربيها قمنا بالتحضير رفقة المصالح المركزية لوزارة الصحة والسكان منذ تلقين التعليم رقم 23 يوم 11 جونفي 2021، التي تحدد مهام ودور كل مؤسسة صحية في الولاية حد ذاتها، من مديرية الصحة إلى المستشفى إلى المؤسسة العمومية في الصحة الجوارية. بطبيعة الحال ولاية غربية يعني عندنا 27 مركز تلقيح تم تعبئتها مؤخرا، واللي راح تكون على ممرضين سنين، على طبيب وإداري يقوم بكل الإجراءات الإدارية. عملية التسجيل انطلقنا فيها منذ الأسبوع الفارط لدى الوسط الصحي وفي المستشفيات لتمس كما نصت عليه التعليم رقم 23 وسط صحي أو عمال القطاع الصحي، وخاصة العمال الذين يعني هم في الصفوف الأمامية، وكذلك سنتجه إلى عمال القطاعات الاستراتيجية في الإدارات وفي مختلف الأسلاك. هذا من جانب. من جانب ثاني يعني وبتنسيق شامل وكامل مع السيد والي الولاية، سخرنا 3 غرف تبريد فيهم 2 يعني وفق المقاييس والنورم اللي يعني فيهم درجة تبريد يعني تصل إلى ناقص 22 موان 2، وهذا يعني اللي سخره من السيد والي الولاية اللي متنزلين على مستوى مديرية التجارة وعلى مستوى الحماية المدنية، بالإضافة إلى غرفة التبريد المتواجدة المركزية على مستوى مركز العلم الأوبئة والطب الوقائي ببلدية العطف هنا بمقر الولاية. كذلك تم الأخذ بعين الاعتبار كيفية نقل التلقيح داخل الولاية، تم تسخير 6 شاحنات، 5 شاحنات اللي رايحين يكونوا ينقلوا اللقاح عبر مختلف تراب الولاية، وشاحنة سادسة اللي راح تقوم بالمهمة يعني في تعليمات السلطة الوطنية وانتظار الوزارة اللي راح تقوم بالمهمة من الغردية إلى الجزائر العربية. سيد عمر بن عيسى، ربما الحلقة المهمة في كل هذا هو المواطن وإعلام المواطن، ما الذي فعلتم من أجل أن تصل المعلومة الصحيحة للمواطن حول التلقيح وحول عملية التسجيل وحول من هم الذين يتوجهون إلى المؤسسات الاستشفائية؟ سيد بن عيسى، شكرا جزيلا أخي. منذ يعني تلقينا التكوين، الفريق الطبي المتخصص الذي تلقى التكوين مع إطارات وزارة الصحة هي يعني الطبيب المختص بالعلم الأوبئة والطب الوقائي، طبيب العمل وطبيب الإنعاش وطبيبة مختصة أخرى، هذه يعني اللي قاموا بالتكوين الأولي في انتظار يعني اليوم. ومنذ الفرد بدأ التكوين محليا عبر تقنية التباعد أو عن تقنية التحاضر التي مكنتنا يعني من ربح الوقت ومكنتنا من التواصل عبر بجميع فئات القطاع الصحي. هذا بالنسبة للتكوين وبالنسبة لي. بالنسبة للتسجيل بدأنا مع السلك الطبي وسلك شبه الطبي وكل عمال المستشفيات الذين يعني أبدوا رغبة في التلقيح، ونتوقع إن شاء الله حتى يكون هناك عزوف، يعني ربما توقعنا ودرسنا هذه النقطة أنهم يكون عزوف الأيام الأولى، سيكون هنالك مشاركة ويكون إقبال على أخذ اللقاح فيما بعد. جيد. سيد عامر بن عيسى، هل لديكم ربما إحصائيات حول عدد المواطنين الذين سيتلقون اللقاح في ولاية غردايا؟ عدد المواطنين بالضبط الذين سيتلقون اللقاح على في ولاية غردايا بالضبط ليس لدينا العدد، لأننا انطلقنا في عمل التسجيل ولم تنتهي فيه بعد، ولكن يعني سيكون هنالك يعني استقبال متوسط، ثم يكون هنالك حسب توقعاتنا وحسب يعني خبرتنا في الولاية، ثم يكون هنالك إقبال ويكون طلب على اللقاح في خلال الأيام القليلة القادمة من تلقي اللقاح. جيد، شكرا جزيلا لكم سيد عامر بن عيسى مدير الصحة لولاية غردايا، كنت معنا على المباشر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم. عود إلى البلاطو سيدة سمية حمادي، منذ قليل قلت كلمة ربما أثارت في سؤال آخر لما قلت لما بدأ
فيروس كوفيد 19 كنا نقول ما فيش دواء ما فيش لقاح، لكن اليوم فيه لقاح وأصبح حقيقة عندنا في الجزائر. هل تعتبرينه ربما المنعرج الخطير، المنعرج عفوا الأخير للقضاء على هذا الفيروس سيدة سميح حمادي؟ إن شاء الله من دون مشي هو يعني هي خطوة زايدة جيد، بصح ماشي هو هذاك بما يعني يا حبدا يعني نتمناه باش يكون هذا، لا خطر ما على بالناش، لازم نكونوا على حذر، وعلى هذه قلنا اليقظه لازم تكون كاينه، لازم نكونوا دائما ملتبسين بال التدابير الوقائيه. نعم احنا شفنا في مثل في اماكن في اوروبا في امريكا لما شفنا باللي عدد الحالات هبطت والناس كل عم بالهم خلاص راح يروح، على خطر في الاول خلاص كي كنا نتكلموا على هذا الفيروس كنا نقولوا ربما يقعد اون سيزون يقعد فصل ويروح، وحنا شفنا بلي راهو دار العام وهو مازال هنا، شفنا بلي درنا لا بروميير فاغ لا دوزيام فاغ ومن بعد شفنا بلي هبط ومن بعد زاد طلع ليها. دونك حنا لازمنا نبقاو على يقظه وعلى حذر ونبقاو يعني هذه هي الحاجه اللي لازمنا حقيقه. لو فاكسين ولا هنا حنايا سي ان باتاي كي غاني ديجا باسكو كان الناس ما كناش يعني نحلموا بلي يكون فاكسين في وقت قليل ويكون موجود ويكون افيكاس، هذه هي الحاجه اللي كنا نتخوفوا منها، ولكن الحمد لله دوكا كاين الفاكسين وكاين لا مونتري سون افيكاسيتي وبلي يعني راهو هنا موجود. لانه ايضا سيده ساميه حمادي شفنا بعض الدول خاصه في اوروبا كانت هي عندها منظومه صحيه متقدمه ومتطوره، وبالاضافه الى هذا شرعت في التلقيح منذ نوفمبر ديسمبر، لكن اليوم نحن في جانفي ورغم انها قامت بعمل التلقيح الا انها عادت الى تدابير صحيه، يعني غلقت الاجواء تاعها وتفكر ايضا في الحجر الكلي على المواطنين سيده سميح. ولهذا يعني لازمنا نقولوا بلي التدابير تاعنا نعم. وعلى هذه كل بروتوكول والكونفينمون اللي راهي الجزائر يعني تاخذاته لحد الان، الحكومه خذات هذا الكونفينمون يعني هذه الاجراءات اللي خلاتنا نبقاو العدد تاعنا قليل. ظن هما كي بداو يديروا هكذا، حنا قبيلات قلنا بلي الفاكسان ماشي نديروا الفاكسان وخلاص بلي حنا قضينا على هذا، وجا الفاكسان ندير الفاكسان وما نمرش. دونك حنا شفنا هذه يعني كدروس غوزمون كي هالحوايج يعني يسراو في اماكن وحيد اخرين باش يكونوا دروس لينا حنا باش ناخذوا كذا درس باللي ما لازمش نتخلى على التدابير تاعنا، لازمنا نديروا الفاكسان ونديروا التدابير. هما وحنا قلنا قبلات لما تكلمنا على ليميونيتي كوليكتيف لازم لما نشوفوا باللي يعني دوكا نشوفوا في العالم مثلا، شوفوا يعني ما شفتش الحصيله تاع اليوم كانوا تقريبا 90 مليون في العالم اللي لقحوا ماشي كافيين، لما نشوفوا في مثلا في فرنسا نشوفوا تقريبا مليون يعني ما على باليش ما عنديش لا لكن تبقى غير كافيه يعني. غير كافيه باش كي نقدروا نقضيوا على الانتشار تاع الوباء، ولهذا لازمنا نديروهم في زوج ونواصلوا في اللقاح ونواصلوا في التدابير حتى نوصلوا الى الحد الاقصى يعني 70 الى وما اكثر باش كي نقدروا ربما نتغلبوا على انتشار هذا الوباء. باش كي حاجه وحيده ربما راح نتكلم عليها كان كنت سالت السيد مدير الصحه بغردايا قلت له يعني واش عملتوا باش كي يعني المواطن توصلوا له التعليمه، احنا توصلوا المعلومه الصحيحه سيده سميح حمادي، لانه شفنا انه راهي حرب في مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات زائفه معلومات كاذبه لربما خلينا نقولوا بالدرجه تغلط المواطن تغلطوا كثير. نعم ولهذا احنا في وزاره الصحه عملنا مخطط للاتصال سي ان بلان دو كومونيكاسيون، ولو بلان دو كومونيكاسيون هذا من بينه لا جيستيون دو لا ريمور، لازم الانسان لا غيمور هذه اللي ممكن تكون مضره لينا تقدر تقول حاجه هذا او واحد دار فاكسان مات او واحد دار شرب دواء زاد عليه الحال، هذه الاشياء لازمنا نقدروا
نتحكموا فيهم، يعني نقدروا نشوفوهم، وخاصة على هذا السوشيال التواصل الاجتماعي هو لازمنا نشوفوهم وش كاين باش نقدروا نجاوبوا، يعني تحقق منهم. يعني الإنسان يقول نقدر نقول باللي نعم كانوا أسئلة مطروحة هناك بالفاكسان فايزر داروا لهم وصرت لهم هكذا وهكذا، لازم نكونوا نتأكدوا يا هل ترى كان رباط مربوطة بالفاكسان، يا هل ترى مربوطة بالدواء الفلاني، يا هل ترى باش كي نأكدوا عليها معلومة صحية علمية نقدروا نقولوا باللي حقيقة هذيك هي. ولهذا كانت من بين التكوين يعني اللي كنا عملناه، كنا درنا تكوين للبيرسونيل تاع 30-30 البلاتفورم 30-30. لهذا البلاتفورم 30-30 لخطر المواطن والف يهز 30-30 كان يسأل على الكوفيد، إذا مرت يا هل ترى المرض هذا هو كوفيد خاطي كوفيد، ولا كنت مرت وين نروح. احنا درنا هذا التكوين لهادو باش يقدروا هذه البلاتفورم هذه باش كي تعطي المعلومة الصحيحة للمواطن لما يسأل، وإذا حب يعرف وين الأماكن باش كي يروح باش كي تلقيه راح يقول له وين أجيها باش كي يروح. والتاني إذا كان عنده كما هكذا une rumeur une fausse information يعني معلومة خاطئة، أنا ندير يعني من وحنا وني فيير دو لا بلاتفورم اللي عملتها الجزائر، هاد لا بلاتفورم اللي جيري بار دي ميدسان، يعني المواطن كي يسمع الطبيب يعني يقول له انت راك تقول لي هكا راك طبيب، باسكو على بالو بلي راح ما راحش يمدلو يعني اشياء اللي معلومه خاطئه اللي تقدر تضر به، يعني فيه ثقه ما لازمش تكون هذيك. وحنايا نعملوا جاهدين باش تكون هذيك الثقه بين الطبيب وبين المواطن، عملنا معهم وعملنا تاني تكوين مع لي شارجي دو كومونيكاسيون باش هما تاني، وعملنا اون شارت تاع لا كومونيكاسيون باش الانسان اذا عملت كصحفي باش كي تجيب انسان باش يجي يتكلم على الفاكسان ولا يتكلم على المرض، لازم يكون انسان عنده المعلومه الكافيه، انسان كافئ. باسكو كي نجي نتكلم اذا كنت ممكن تسالني في سؤال اللي خطر عليا انا كوزاره الصحه عندي الاستراتيجيه، تسالني في سؤال لازم نشوف الخبير هو اللي ممكن يعطيك بالتدقيق اللي خص الفاكسان، بالتدقيق اللي تاع ليمونيتي تاع الانسان، بالتدقيق هو يعني اللي ميو بلاسي باش كيتكلم على هذا الشيء. والناس اللي يجي يتكلم لازم يكون موثوق بنفسه واش راح يقول. يعني احنا حاولنا بكل بقدر الامكان باش نكون هذه هي الاشياء اللي نقدروا باش يكون اون غارد لا كونفيونس تاع المواطن في الصحه. جيد، وحتى نحن هنا في التلفزيون العمومي هذه هي الخدمه العموميه، دائما الضيوف يجب ان يكونوا ضيوف مختصين لاعطاء المعلومه الصحيحه للمواطن. اعود الى ضيفنا من ورقلة السيد طارق بلباي مدير الصحه. سيدي، ماذا عن المناطق الظل والمناطق البعيده عن مركز الولايه؟ هل فكرتم في الطريقه التي تسهل على المواطن هناك للتسجيل في عمليه التلقيح سيد طارق بلباي؟ بالفعل فكرنا في هذا، ويعني لهذا انشأنا فرق متنقلة اللي راح تتنقل مباشرة لهذا المواطنين، يعني في حتى كاين هناك مراكز خاصة في مناطق الظل، يعني مراكز صحية أو وحدات صحية في هذه المناطق، ولكن لقلة العدد والمواطنين اللي فيها راح تكون يعني على أساس فرقة متنقلة اللي رايحة تروح هي اللي تتنقل لهذه الوحدات، ورايحة هي تقوم بعملية التلقيح على مستوى هذه الوحدات المتواجدة في مناطق الظل أو مناطق النائية أو المعزولة. جيد، شكرا جزيلا لكم سيد طارق بلباي مدير الصحة لولاية ورقلة، شكرا على الحضور وعلى الإفاضة أيضا، والشكر موصول أيضا لزملائنا بالمحطة الجهوية لورقلة على ضمان هذا البث المباشر. ما بقاش الكثير من الوقت، أعطيكم كلمة نبدأ بك دكتور عربي أبو عمران، مدام أنه عملية اللقاح في تيبازي ستنطلق غدا، ربما رسالتك إلى المواطن تيبازي يا سيادة. رسالتي للمواطن تيبازي والمواطن الجزائري بشكل عام، كلنا جزائريون الحمد لله. إن شاء الله بربي يتقبلوا الديجارة من الناس راهي تسجل في أنفسها،
الحمد لله ديجا في عندهم اكثر من اسبوع. حنا ملي سمعنا باللي راهو جاينا اللقاح بدينا نديروا برامج تكوينيه اللي اكدت عليهم وزاره الصحه كما قالت الاستاذه حمادي، تكونوا في الطبع في المره في بريمير بلان بار فيديو كونفيرونس، وابري حنا كونناهم حنا الطب الوقائي زملاء تاعي الطب الوقائي و الطب نسيتو كاع الطب لي زيبيديميولوجي حنا مع لي ميتاري انيماتور لي ميسان جينيراليست، كونا كامل بزاف اطباء تاع الفرقه المتنقله ولا الفرق الثابته باش يديروا اللقاح في احسن واجهه. جيد، موفقون في العمل الذي تقوم به دكتور عبد ابو عمران. سيده ساميه حمادي خليك ايضا ربما كلمه اخيره. نعم تفضلي خليك تتحدثي. شكرا شكرا على هذه الحصه، على خاطر الحصه هذه مفيده، الناس نتمنى باش كي يسمعوها. احنا نتكلموا على اللقاح الحمد لله، يعني كما قلت الحمد لله جاء والحمد لله كاين لقاح وحقيقه وبدات هذه الحاجه. الوحيده اللي لازم الناس يعرفوها هو ان اللقاح هذا هو لقاح مجاني ولقاح إلي فولونتير اختياري ولكن فورتمون ريكوموندي، يعني يستحسن باش الانسان باش كيديروا، وحنا شفنا على واش يديروا. والحاجه اللي حبيت ناكد عليها واللي تسمح لي باش كي نتكلم انه هو اللقاح لازم نديروا اللقاح ونكملوا يعني نبقاو متمسكين بالتدابير تاعنا ونديروا اللقاح الاول ونحترم اللقاح الثانيه باش كي نديروها. الحاجه اللي راح نقول واللي مهمه جدا والناس راهم يتبعونا هو اننا عندنا برنامج وعندنا استراتيجيه باش كي الناس الكل رايحه تتلقح باذن الله ويجوا على يعني تدريجيا، ما يتقلقوش يسجلوا نفسهم تروح تدريجيا بالاولويات، على خاطر احنا كي قلنا بالاولويات كي قلنا الاطباء باش سلك يعني باش pour maintenir un système de santé en place باش كي نمرض نقدر نروح نصيب الطبيب باش يعالجني. كي قلنا بالامراض الناس الكبار ولا اللي عندهم امراض مزمنه، على خاطر الناس هما اكثر، خاطر الطبيب كان اكثر عرضه لهكذا، ولكن هذوك هما اكثر عرضه لكومبليكاسيون، الناس اللي يقدروا اللي داروا المضاعفات وتوفاو كثير، وعلى هذيك نبداو فيهم وللناس الاستراتيجيين على خاطر باش هما اللي يحميوا البلاد. ولكن ما نتقلقوش نسجلوا وما نقولوش هكذا ونحترموا، كي نقولوا باللي قليل لما خداو 10 ولا 20 في اليوم باش كي الناس ما يكونوش على ضربه مع بعضهم، يكونوا نحترموا هذيك وكل يوم يروحوا باش كيديروا حتى نكملوا ان شاء الله الكل نديروا التلقيح تاعنا. سيده ساميه حمادي مديره الوقايه بوزاره الصحه والسكان واصلاح المستشفيات، شكرا جزيلا على الحضور وعلى هذه المعلومات ايضا، وشكرا موصول ايضا للدكتور حبيب عمران عبد القادر عضو اللجنه العلميه لمتابعه فيروس كورونا بمستشفى بازا، شكرا جزيلا لكم ايضا. شكرا سيدي على الحضور وعلى الإفاضة. متواصلون معكم مشاهدينا ضمن فقرة برنامج الظاهرة، بعد الموجز يلقاكم زميل هشام أكلي في أخبار الاقتصاد. مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الاقتصادي. في تجربة هي الأولى وطنيا وإفريقيا، تمكن شاب من ولاية بجاية من صناعة محطة للخرسانة بمواصفات عالمية كانت من ذي قبل تستورد بالعملة الصعبة. نتابع هذا الروبورتاج لظاهر بطاش. بعدما كانت محطات الخرسانة تستورد من الخارج وبالعملة الصعبة، أصبحت هذه الماكينة اليوم تصنع محليا وبإمكانية جزائرية 100%. إسماعيل ميرشد من بجاية تمكن من صناعتها محليا
لتنافس منتجاته المنتجات الأجنبية سعرا وجودة. وشفنا تقرير تاع الوزارة بلي شك واحد يدير مقاول يدير ريجيس كوميرس يكون عنده سنترال بيتون، وهذا درنا تحفيز كبير باش نديرو ندخلوا في هذا المشروع. لا سونترال تاعنا تنافس المنتوجات الأجنبية سواء في السعر وسواء في لاكاليتي. الطموحات المستقبلية في مواصلة هذا النشاط دفعت المستثمر الشاب لاستخدام كفاءات لتكوين مختصين في تسيير وصيانة هذه الماكينة. التقنيات المستعملة نستطيع أن نكونوا الناس اللي يقدروا يشغلوا الماشينة، نضمنوا التكوين حتى على المستويين التقني والتشغيل. مشروع طموح قد يحقق نتائج مرضية خاصة إذا تلقى بعض الدعم في التسويق، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص التشغيل وترشيد إنفاق العملة الصعبة. غياب العقار الصناعي أعاق عائلة حنيش بالبويرة عن تطوير ورشة لصناعة الدراجات المهنية، مشروع واعد ينتظر تسهيلات من الجهات الوصية. قدر الجوابي. كل إمكانياتها المادية سخرتها عائلة حنيش بالبويرة لإنشاء ورشة لصناعة الدراجات المهنية ومعدات النظافة، والتي يمكن تطويرها ليستفيد منها الشباب في نشاطات أخرى. سينا كيفاش نخدمو دراجة مهنية، والدراجة المهنية اللي تقدر تستعملها في الـ في الـ في الـ في لونفيرونمون، تقدر تستعملها في الأشغال العمومية، تقدر تشغل مام الشباب. احنا دركا درناها على شكل اون بان، من نقدروا نحوا لابان هذيك نقدروا واحد يخدم بها خضره، يقدر واحد يخدم بها في السياحه. في الدراسه تاعنا احنا كاين فيها شغل تطوير وين تولي كلش شغل الكتريك، ما شغل مام العامل ما يعياش فيها. الورشة تقع وسط حاضرة تستغلها العائلة منذ سنة 1984، وهي تسعى لدى الجهات الوصية للاستفادة منها كعقار صناعي. وعندنا دوك واحد 3 سنين من حطينا ملف باه يرجعونا عليه، ما كاش دوك نطلب يسويوا لي الوضعية تاع بلاصة هذه باه نقدروا نبنوا فيها نخدموا نطوروا الحوال كاين صوالح بزاف اللي رايحين نخدموها. تأخر استغلال الحظيرة كعقار صناعي حال دون تطوير الورشة وزيادة الإنتاج ودخول السوق الوطنية. حققت ولاية والبيض إنتاجا قارب 22 ألف قنطار من الزيتون إثر حملة الجني التي انتهت مؤخرا، والتي امتدت من شهر أكتوبر الماضي إلى غاية شهر يناير الجاري، ومست مساحة تقدر ب 1935 هكتارا، وشملت أزيد من 237 ألف شجرة منتجة موزعة عبر مختلف البلديات من مجموع أزيد من 490 ألف شجرة زيتون تتوفر عليها الولاية. نموذج ناجح لمؤسسة ناشئة في إنتاج مواد التنظيف استفادت من آليات دعم الدولة، كما باشرت السلطات الولائية بولاية سمسيلت عملية تطهير للعقار الصناعي قبل منحه للمستثمرين الشباب. الروبورتاج لخليل تواتي. بهذا المستودع بمدينة تسمسيلت جسد محمد رضا مشروعه مؤسسة ناشئة في إنتاج مواد التنظيف، مستفيدا من آلية الدولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل شباب أنساج. في المرحلة اللي أنا فيها مواد التنظيف عندهم رول تريز امبورتون مع الكوفيد 19 مع لا جافيل ايتو، دوكو لقينا رواج واسع مع التجار. اون تروفي دي فاسيليتي بارتو في لي دومين، سو او نيفو دو لا بونك سو او نيفو دو لونساج لقينا سهولات. بالنسبة للي يخدموا لهنا كاع دي جون وكاع جامعيين وكاع راهم جايين شغل يديروا في الميتي تاعهم اللي يعرفوه، ورانا جايين نتعاونوا لهنا، مي شغل الخدمة تاعنا راها محصورة في مكان ضيق، ماذا بينا يكون عندنا شغل توسيع اكستنسيون ولا عفسه هكا ولا باش نقدروا نمدوا اكثر. وتلبية لطلبات المستثمرين الجادين بولاية تسمسيلت تعمل السلطة الولائية على تطهير العقار الصناعي.
تم استرجاع في هذه المنطقة نشاطات سمسيلة ب 31 قطعة والمقدرة ب 1.64 هكتار. كان في الوهلة الأخيرة درنا اجتماع مع السيد الولي وجات إرسالي من الوزير المنتدب لدى المؤسسات الصغيرة المتوسطة بتخصيص أوعية عقارية لهذه الفئة خاصة الشباب ذوي الكفاءات وحاملي المشاريع المؤسسات الناشئة، وحنا نخصوا أوعية عقارية لهذا الجانب. هو نموذج ناجح لتجسيد الأفكار بولاية تسمسيلة، ومثل هذه المشاريع ستساهم لا محالة في دعم التنمية المحلية. مشروع المهن الحرة للمؤسسات الناشئة خدمة جديدة توفر دليلا للحرف الخدماتية ومواد البناء والصيانة إلى جانب دليل الأعمال. أكثر تفاصيل مع آية دحو. مهن حرة، تطبيق إلكتروني فريد من نوعه يخدم أصحاب الحرف والزبائن على حد سواء من خلال توفير الوقت والجهد وضمان الجودة. احنا رأينا أنه عن طريق تطبيق إيجاد متاجر إلكترونية بطريقة سهلة وسلسة تسهل على المواطن التواصل مع المتجر، وهذا راح يكون في 48 ولاية. فكرة المشروع كانت الانطلاقة تاعنا في فترة الكوفيد، يعني الكوفيد كان يعني محفز لنا. تطبيقنا مجاني للحرفيين، لكل من يريد أنه ينتسب إلى تطبيقنا هو مجاني لهم. لازم يكون عنده بطاقة حرفي أو سجل تجاري. عن طريق مراحل التسجيل راح يقدم البيانات الشخصية دياله بالإضافة إلى رقم البطاقة. الحرفي سوف يتحصل على تقييم من طرف الزبائن اللي قام بالعمل عندهم في المنازل ديالهم أو في الشركات. هذا التقييم راح يأهل هذا الحرفي للحصول على مكانة في التطبيق. حمزة حرفي وصاحب محل استفاد من هذا التطبيق. ما أنا راني جاي في بلاصة شوية إيزولي، أنا مدابية يعني كي أنسكريت في هذه الابليكاسيون، يعني إن شاء الله الناس يولوا يعرفونا، يعني جينا خدمة. مثل هكذا مشاريع تساهم في تطوير مهارات وإمكانيات أصحاب المهن الحرة من جهة، وخلق جو من التنافس من جهة أخرى. إلى أخبار الاقتصاد في العالم، أعلنت منظمة السياحة العالمية أن سنة 2020 كانت الأسوأ في تاريخ السياحة، حيث خسر قطاع السياحة العالمي 1.3 مليار دولار بسبب القيود التي فرضت على التنقل لوقف تفشي فيروس كورونا. الخسائر جاءت أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009. هذا وأعلنت المنظمة أن عدد السياح في العالم تراجع بمليار شخص مقارنة بعام 2019. ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي سجل انكماشا بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ الركود الكبير، حيث شهد الناتج الداخلي الخام أكبر انخفاض سنوي له جراء جائحة فيروس كورونا، وبلغ معدل البطالة بالولايات المتحدة العام الماضي 3.5%، وهو أدنى مستوى لها منذ 50 عاما. ويتوقع الاقتصاديون انتعاشا سريعا في الاقتصاد خلال هذا العام. أعلنت بريطانيا أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة لمنطقة آسيا المحيط الهادي الأكبر على مستوى العالم، ويعد الاتفاق شراكة اقتصادية إقليمية شاملة، ويضم 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من بينها الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا وأستراليا، ولا يشمل الولايات المتحدة الأمريكية. وتساهم الدول المنضوية تحته بنحو 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، ويعد بديلا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبقة حاليا. إلى سوق النفط، حيث سجلت أسعار برنت 55.57 دولارا للبرميل، مرتفعة بمقدار 0.1%، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.22 دولارا للبرميل. ويرجع مراقبون ذلك إلى انخفاض كبير في مخازن الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.
عرفت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا بأكثر من 1%، حيث سجلت في تعاملات نهاية الأسبوع 1849 دولارا فاصل 60 سنتا للأوقية، فيما ارتفعت الفضة بأكثر من 5% في السوق العالمية، وهو ما عكس توقعات الخبراء بشأن ارتفاع أسعار الفضة، وهو ما يدفع بسعر الذهب إلى الارتفاع على المدى القريب. وفي الختام مشاهدينا، إطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي، ألقاكم غدا بحول الله. شكرا لزميل هشام عكلي. أخبار اقتصادية أخرى يمكنكم الاطلاع عليها عبر موقعنا الرسمي للتلفزيون الجزائري ENTV.DZ. أما للباحثين عن أخبار الرياضة، يفصل فيها اليوم زميلي وليد غريبية. وليد مرحبا. مساء النور سيد أحمد ومساء الأنوار للسادة المشاهدين، أهلا بكم إلى أخبارنا الرياضية. والبداية من الكرة الصغيرة، حيث تقام عشية اليوم بداية من الساعة 5:30 مباراة النهائي بطولة العالم لكرة اليد بمصر، حيث يواجه المنتخب الدنماركي حامل اللقب نظيره السويدي، حيث يعول المنتخب الدنماركي على الحفاظ على اللقب، بينما يستهدف المنتخب السويدي الفوز بلقبه الخامس في تاريخه بعد غياب عن منصة التتويج مدة 22 عاما. وفي المباراة الترتيبية، فقد فاز المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي منذ قليل بنتيجة 35 نقطة ليحرز مقابل 29 نقطة، ليحرز بذلك المرتبة الثالثة. في كرة القدم، الموعد أمس كان مع لعب مباريات الجولة 11 من بطولة الرابطة الوطنية المحترفة، والتي أسفرت عن نتائج متباينة يفصل فيها سفيان مهني في هذه الورقة. قمة الجولة 11 بين شباب الوزداد ووفاق سطيف انتهت بالتعادل الإيجابي، نقطة سمحت للنصر الأسود بتعزيز مركزه الريادي، بينما تدحرج الشباب إلى المرتبة الثالثة تاركا الوصافة لأولمبي المدية الذي حقق فوزه السادس في 7 مباريات آخرها كان أمام أولمبي شلف. عكس أبناء التيطري، مولودية الجزائر يواصل الترنح ويضيع فرصة استقبال اتحاد بسكرة الذي تقاسم معه النقاط المواجهة. أما اتحاد الجزائر فأكد عودته القوية بعدما عاد غانما بنقطة من بلعباس تضعه في المركز الخامس رفقة مولودية وهران الفائز على شبيبة الثورة، بينما استطاع شبيبة القبائل تدارك خسارته الماضية واقتنص النقاط الثلاث من شبيبة سكيكدا الذي يعاني في المراتب الأخيرة. جمعية عين مليلة أضاف نقطة ثمينة إلى رصيده فارضا التعادل على نادي بارادو المتواجد في الصف 11،
فيما يسير نصر حسين داي بخطى ثابتة نحو الأمام، محققا فوزا ثمينا خارج الديار على حساب أهل برج بوعريريج متذيلي الترتيب. وفي غرب البلاد افترق سريع غليزان ووداد تلمسان على التعادل السلبي في لقاء تفنن لاعبوه بتضييع الفرص. أما في الشرق فاستعاد شباب قسنطينة نغمة الفوز بعد سلسلة التعثرات لدى استقباله نجم مقرى. أسماء جديدة إذن تألقت هذا الموسم بتسجيلها لعدة أهداف، من بينها هداف البطولة لحد الآن قدور بالجلالي، بالإضافة أيضا إلى لاعبين شبان صنعوا المفاجأة. يقول عمر جمعي: بعد 11 جولة من الرابطة المحترف بدأت بعض الأسماء تخطف الأضواء وتتزعم قائمة الهدافين، والبداية بلاعب أولمبي شلف قدور بالجلالي العائد بقوة هذا الموسم، والذي بات يقدم أحسن بداية له منذ عدة سنوات. بالجلالي بسبعة أهداف إلى حد الآن يتصدر القائمة، متبوعا بحمزة كودري بستة أهداف. كودري ورغم أنه يلعب في وسط الميدان الدفاعي تمكن من قيادة هجوم الاتحاد الذي كان غائبا في بداية هذا الموسم، ليفعل حمزة ما لم يفعله في عز شبابه مع الاتحاد وقبله المولودية. ليقود بالجلالي صاحب 32 عاما وكودي 33 سنة قائمة الهدافين إلى حد الآن. وبعد المخضرمين بزغ نجم الشاب الصاعد الواعد محمد الأمين عمورة الذي خطف الأضواء من عدة نجوم وصار رقما مهما في تشكيلة نبيل الكوكي. عمورة سجل 5 أهداف رغم أنه لم يلعب أساسيا في أغلب اللقاءات، لتكون أهدافه حاسمة في تحقيق عدة انتصارات وتساهم في تصدر الوفاق للرابطة المحترفة إلى حد الآن. وبخمسة أهداف كذلك يتقاسم هداف الموسم الماضي حمزة بن الأحول مهاجم شباب الوزداد وقلب هجوم أمل عين مليلة عادل جعبوط المركز الثالث، ليبقى هذا الثنائي وفيا لتقاليده التهديفية. ليتأكد مرة أخرى أن التقدم في السن مجرد رقم لا يكون عائقا أمام أصحاب الخبرة. ومن اللاعبين الذين صنعوا المفاجأة في بداية هذا الموسم إلى الفرق التي صنعت المفاجأة في بداية هذا الموسم، فريق أولمبي لمديا العائد هذا الموسم إلى القسم الأول أو إلى الرابطة الأولى، والذي رغم بداية متعثرة إلا أنه عاد بقوة في الجولات الأخيرة مسجلا 6 انتصارات وتعادلا واحدا، يرتقي به إلى المرتبة الثانية ب20 نقطة. تفاصيل أوفى في مشوار الأولمبي مع يوسف رزيق. للترتيب العام للبطولة الوطنية المحترفة سيتوقف دون شك عند صاحب المركز الثاني أولمبي المدية، بعد 11 جولة ينفرد بمركز الوصافة بناقص مباراة وبعشرين نقطة خلف الوفاق بفارق 40 نقاط. الأولمبي خطف الأضواء بعد بداية متعثرة في المباراة الثلاث الأولى، انهزم فيها داخل الديار أمام شبيبة الصورة وتعادل مع مولودية وهران، وبعدها خسر أمام مولودية الجزائر. وإذا عرف السبب بطل العجب، إضراب للاعبين وعدم تمكن الإدارة من الحصول على إجازات المستقدمين الجدد. بعدها مباشرة وعند الجولة الرابعة سجلت لوام انطلاقتها في منعرج ملعب عمر حمادي عندما فازت على اتحاد الجزائر، ومنذ ذلك الوقت لم يدق زملاء القائد شرفاوي طعم الهزيمة. في سلسلة من 7 مباريات آخرها عودة في النتيجة أمام جمعية شلف وفوز في الثواني الأخيرة. يلعب كرة داخل منطقة العملية والحارس
المباريات بثلاثة أهداف أمام اتحاد العاصمة، نجم مقرى وجمعية عين مليلة. الأولمبي أحرج أيضا الرائد وفاق سطيف داخل دياره وفرض عليه التعادل السلبي. كل هذا وسط أزمة مالية خانقة زادها شدة الحريق الذي تعرض له مقر النادي. نظن هنا الحريق هذا ما جاش في وقته، باسكو الحريق اثر علينا بوكو بليس مقابله وفاق سطيف. حنا تلقينا وعود انه راح نتلقاو الاجور تاعنا في شهر جونفي. حنا الوعود الوعد الاخير تاع الرئيس الفريق كان في مرحله جونفي، الحمد لله اليوم 30 جونفي. انا نستناو ان شاء الله الاداره توفي بالوعود تاعها، اللاعبين يضحيوا من اجل الفريق، راه ماهمش يبخلوا ماهمش يتريشيوا والحمد لله. في ظل الازمات الماليه لمختلف الفرق يبقى اولمبي المنديه بسلسله من النتائج الايجابيه مثال لتجسيد إرادة الفوز وصنع الاستثناء. ومن كرة القدم إلى الكرة الحديدية، حيث احتضنت ولاية وهران الدور الجهوي للمهرجان الوطني الأول للكرة الحديدية الذهبية بمشاركة 10 ولايات حضرت بمختلف أنديتها، حيث تتأهل 4 أندية إلى الدور الوطني النهائي الذي سيقام بولاية تيارت والذي سيضم 16 فريقا من مختلف جهات الوطن. يقول سيف الدين المنزردة. المهرجان الوطني للكرة الحديدية الذهبية في طبعته الأولى محاولة لنقل هذه الرياضة من الأحياء الشعبية إلى ميادين المنافسة الرسمية. هنا بمساحة اللعب هاته بولاية وهران أجري الدور الجهوي المؤهل إلى الدور الوطني وسط تنافس شديد بين فرق الجهة الغربية. منظمينها غاية مخسوالو بتيرا شاب الحمد لله. رياضة كرة حديدية هي نبدو من الجمعية ونروحوا حتى الفيدرالية، راه عارفة واحد الركون كبير خاصها الناس كيما هكا كيما هادو المشرفين اللي قاموا بهذه الدورة اللي يعطيهم الصحة. نتفرج عليها ونروح معاهم ديبلاسي وما كاين ديبلاسي، راحوا تلمسان راحوا للجزائر راحوا نروح نتفرج. وجينا نتفرجوا وجينا نتمتعوا مع خوتنا ومع أحبابنا لأول مرة تشارك معنا 39 ولاية. 39 ولاية يعني من البلدي تقريبا حوالي 8200 شاب لاعب الكرة الحديدية يشارك في هذا المهرجان في التصفيات من الولاية. كل ولاية عطتنا 4 متأهلين للجاوي. النهائي يكون 17 و 18 فبراير، عرس كبير داخل القاعة لأول مرة في تيارت. رياضة ورغم شعبيتها إلا أنها ما تزال تبحث عن مسارها الصحيح وتحقيق أهدافها تماما مثل هذه الكرة. هذه الرياضة نطلب من المسؤولين والجماعات المحلية باش يوفرونا لي بولودروم، بارسكو لي بولودروم وتيريتوار ناسيونال ما عندناش، راه كاين غير لي بوليست راهم يبادروا ورام يخدموا لي بولودروم في الاحياء تاعهم. ما عندناش ان بولودروم بار اكزومبل غادي نستقبلوا كونكور انترناسيونال ما عندناش. اي متهمش ما ننساوش بلي هذه الرياضه اول ميداليه ذهبيه كانت في هذه الرياضه، كانت في اللعب القصير في هذه الرياضه. هذه الرياضه عندها ميداليات، عندنا ديفي شامبيون، عندنا الممارسين، عندنا يعني ربما هي الرياضه اللي عندها اكبر ممارسين. المهم لكن هي من الرياضات مناطق الظل نقولوا هنايا، يعني الامكانيات قليله بزاف. تروح مثلا للرابطات ولا للنوادي ولا حتى الفيدراليه دائما الاعانات الماليه هي اللي عندها دائما، رغم رياضه ما تطلبش اموال كثيره. ويقدر عدد المنخرطين في هذه الرياضه وطنيا بيزيد من 50,000 منخرط. ختام الموجز الرياضي مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة وعودة إلى سيد أحمد. شكرا لك زميلي وليد، وبهذا نصل إلى ختام برنامج ظاهرة. سلام.